كابتن علاء ميهوب، واحد من نجوم الأهلي التاريخيين. مسيرة كبيرة ومشوار طويل في الملعب وبره الملعب، وفيه ما فيه من صولات وجولات وبطولات وتتويجات شكلت أجمل ألبوم ذكريات. الشيك الأنيق، مايسترو وسط الملعب الهداف اللي أهدافه كانت بنفس نكهة شياكته وأنقته. وإذا كان فيه لاعبين متميزين بيسجلوا أهداف جميلة، فعلاء ميهوب هو مؤسس كلية الفنون التهديفية الجميلة. ماشي سامع راضي بيلعب كرة حلوة لعلامي هو وداخل علامي ميهوب والأهلي علاقة أزلية زي السمك والمية، ومهما يروح هنا أو هناك تلاقي اللي ساكن قلبه أهلي، ما هو أصل كرات الأهلي في دمه بتجري. علاء ميهوب هو جول، هو جول، الجول الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 44 من الشوط الثاني. بكده أقدر أقول على الدقيقة اللي باقية زائد الوقت الضايع إن فيه وقت إضافي مدته نص ساعة على شوطين. ماشي أسامة عرابي بيلعب كرة حلوة لعلاء ميهوب وداخل علاء ميهوب هو جول، هو جول، هو جول، الجول الخامس مصطفى ايمن يونس حط كوره جميله الجوز لعب كوره عليها لعب جول يجيب الجول الاول علاء ميهوب يجيب الجول الاول لعب عليا جول شفتوا عظمه كده وجمال كده وحلاوه كده بجد والله احنا في الملعب كنا بنستمتع بيه بنستمتع بجد يعني ويا سلام بقى لما الغزاله تبقى رايقه وال يعني هو الغزاله رايقه من قبل ما تتغنى ب 500 سنه يعني حاجه جميله حاجه في كره القدم بصراحه حرفنه ومهاره وشياكه واناقه ومتعه جيل كله على بعضه بصراحه جيل حلو كعاده النادي الاهلي اجيال بتسلم بعض لكن يبقى علاء ميهوب واحد من اجمل من لمس كره القدم في مصر. علاء مساء الفل. مساء الفل. هقول لك بقى لا كابتن ولا تقول لي كابتن ايه؟ لا انا المفروض بقول لك ايه المفروض امشي. ايوه. بعد التقرير والكلام بتاعك ده. لا فيصل فيصل ما فيصل دلق والكلام اللي كتبته لك. انا بقول لك الكلام والكلام اللي كتبته لي كده. فيصل دلعك كده الحلقه تمام. طيب. انا الحلقه خلصت من قبل ما اجي من كتر الكلام كابتن علاء انا متشكر جدا. الله يخليك يا احمد اشوفك بقى. ازيك علاء؟ الحمد لله يا احمد ربنا يخليك. انت كمان والله كله اخبارك ايه؟ كله حلو؟ الحمد لله في نعمه. احكي لي شويه بتعمل ايه؟ ما عملش حاجه قبل اي حاجه طبعا انا واحد من الناس اللي مبسوط جدا ان انت موجود في قناه الاهلي حبيبي ربنا والله انك انت احمد انت اضافه لاي قناه اهلي او غير قناه اهلي انت اضافه في اي حته ودي شهاده لازم الواحد يقولها ربنا يكرمك يكره بقى من يكره يحب من يحب لكن في حاجه اسمها احمد شوبير في المكان ده اضافه لاي مكان تسلم على فمنور قناه الاهلي وقناه الاهلي منور قناه الاهلي ربنا يخليك يا احمد ما فيش ما عملش حاجه بعد مودرن فيوتشر ما فيش حاجه لسه كلها حاجات كده ببقى في القنوات لكن ما فيش حاجه لسه رسمي يعني ما فيش حاجه ثابته يعني بس النقله استني. من مدرب الى مدير كوره الى مدير رياضي ثم شكرا وانا عارف انت اللي قدمت اعتذار في مودرن يعني حبيتها ولا تجربه المدير الرياضي ما كانتش تستويك من الاصل كنت قلقان من موضوع مدير الكره يا احمد لان جات لي فجاه مكالمه تليفون طب جرب ما كانش في دماغي دكتور وليد دابس طبعا ما كانش في دماغي خالص لكن وافقت ورحت وقابلت دكتور وليد طبعا راجل حاجه جميله جدا طبعا يعني ودخلت التجربه الحمد لله لقيت الموضوع سهل جدا هي في الاخر انت في المجال اللي انت بتحبه انت في مجال الكوره بتتعامل مع لعيب الكوره والحمد لله انت يعني طول عمرك في المجال ده فعارف بعرف اتعامل مع لعيب الكوره الحمد لله كويس لما يكون نجم او يكون لعيب صغير او فلقيت تجربه حلوه انا عجبتني الحمد لله كل المدربين اللي اشتغلت معاهم انا اول واحد بدات معاه كان البرتغالي كويس وبعدين جه كابتن حسام حسن وابراهيم وبعدين راحوا للمنتخب وبعدين جه كابتن تامر انا مستمر معاهم
الى ان جه كابتن طلعت يوسف. يعني كابتن طلعت يوسف لما دكتور وليد سالني على كابتن طلعت انا ما عمري اتعاملت معاه، لكن الشهاده اللي اتكلمت عنه كويس. طبعا لا طبعا مدير فني كويس جدا وعنده خبرات طويله وي 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 وان شاء الله ممكن يبقى كويس معانا. كويس. كابتن طلعت جه قال انا مش عايز مدير كوره. يعني الحته بتاعتي كويس. انا بحب اعتمد على نفسي انا على اوضه غرفه الملابس واللعيبه وكده خلاص تمام. دكتور وليد دايما كان متمسك بيا في المكان ده يعني. حتى لما جه حسام وابراهيم مع حسام على طول. فقال لهم هم حسام وابراهيم بالامانه يا احمد قال لهم بص يا دكتور لازم كابتن علاء موجود معانا ما ينفعش. فكنت ايه موجود معاهم كمدير رياضي وعلى طول مكمل معاهم في كل حاجه. الكابتن طلعت انا حسيت يا احمد ان هو مش عايز لعيب كره حواليه الفريق. لوحدي كده رحت يعني اعتذرت لان انا رايح مكان يشتغل فيه ما اشتغلش. انا مش رايح عشان اخد اقضي اخر الشهر وامشي. مش انا يعني عامه. لكن انا بحب اما اروح مكان انا بحب مكان اشتغل فيه. فبهدوء خالص رحت خلصت الموضوع ورحت مشيت. بس بعلاقه طيبه. لا طبعا طبعا الحمد لله الحمد لله. لا لا لا. يبقى علاء ما يهب دائما وابدا المدرب يعني، لانه مشوارك مع النادي الاهلي من صغرك يعني. يعني من ساعه اعتزالك وهنتكلم في الحواديت دي كلها. لكن علاء ميهوب المدرب شايف انه خد حقه يعني، حاسس ان الكره ابتسمت لك كمدرب يعني. انت ضربت منتخب الشباب كنت في جهاز الفريق او لا؟ ده انت اجابه قطع. ايه لا بقى؟ لا لا كل حاجه ما بكملش فيها يعني، خصوصا في موضوع تبقى مدير فني الفريق دي. في حاجه دايما بتحصل ما بتكملش يعني. يعني مثلا المنتخب الشباب عملت فريق يعني الحمد لله ببقى سعيد جدا بشوفهم الوقت. زي مين بقى؟ كلهم بيلعبوا فريق اول في انديتهم يا اما محترفين بره يعني. ابتداء من النادي الاهلي محمد هاني، كريم ندبت، رمضان صبح، ناصر ماهر، زيزو كان لسه في البرتغال. انا اللي جبته اول واحد لعب معايا منتخب مصر كويس. كان في مين تاني؟ كريم حافظ، خالد صبحي. فانت والله دي كانت فرقتي يعني. وعمر الوحش يعني كان نص ملعب عمر الوحش وكريم وناصر ماهر دول الثلاثه كانوا نص ملعب. ورو عملت سافرت تونس وعملت ماتشات وديه، كسبت تونس في تونس 3 وبعدين 1-0. التصفيات بدات السودان في السودان، كسبت 3-0 في السودان. لدرجه ان احنا راجعين في المطار الضابط بتاع الجوازات بيقول لي 3-0 ازاي يا علاء؟ والله يا احمد زي ما بحكي لك كده. لان كان منتخب ما شاء الله عليه. جينا هنا الماتش الثاني اسكندريه كسبنا 2-0. بعدها حصل بقى بعض المشاكل فوجئت ان انا بره. لا بس انت لعبت الماتش اللي بعديه. لعبت السودان بس 2-0. خرجوا بعد كده. مسك ياسر رضوان. ياسر رضوان مسك كمل بعدين ما حصلش نصيب. هل عندك الشجاعه ان تقول ايه المشاكل اللي حصلت؟ انا يا احمد في دايما في حد ما بيحبش اسلوبي. يعني دايما بتلاقي حد بيفرض عليك حاجه، انا ما بحبش حد يفرض عليا حاجه. انت مالك زمالك ده شغلك يعني. مش طبع ده طبيعي. مش طبع بيدير شغله بنفسه. مش طبع يا احمد يعني. ممكن في ناس بتقبل، انا مش بقبل كده. انا وانا عندي 13 سنه في نادي خلاص شارب كل حاجه من النادي ده، من النادي الاهلي شارب كل حاجه من النادي الاهلي. لما بتبقى بتشتغل في حته بتعمل اللي مطلوب منك وبعدين في الاخر بتتحاسب. مفيش حد بيتدخل في شغلك خالص. كان مين اتحاد الكوره في الوقت ده؟ على كان حاج محمود الشامي هو اللي كان مسؤول معايا على المنتخب. كان مشرف على المنتخب. كابتن فاروق جعفر كان ماسك هو اللي تقريبا مدير فني تقريبا. المنتخب. بس بعض المشاكل كده الاتحاد. بيمشي الاتحاد. كنت مع كابتن فاروق فعرفت ان ايه لا مش هكمل. خلاص رحت كالعاده بعيد بعد. بس ما حصلش المنتخب كام يعني. كان يوسف اوباما كان موجود في المنتخب معاك كمان. انا بس بفتكر ما كانش في مشاكل معينه. كان في بعض اللعيبه هو يعني بعض الناس عايزين يخشوا في الموضوع اللعيبه ده. انا ما بحبش في اختيارات اللعيبه. انا المسؤول. انا المسؤول عن اختيار اللعيبه. واللعيبه دي عشان اختارها يعني كنت انا وكابتن ياسر رضوان عشان ما ياسر كان مساعد ليك ساعتها؟ كان مساعد ليا وصعد بعديك. وصعد كمل هو بعديا. لكن يعني هو كان ماتش واحد وبعدين ما كملوش المنتخب ده. اللي كان مضايقني ان المنتخب ده يعني كان المفروض هيكمل للاخر يا احمد. منتخب ممتاز. انا بقول لك الاسامي انت مستغرب الناس عامله ازاي. طبعا انا والله ناسيها خالص يعني. عمر رضوان كمان كان حارس المرمى اساسا والله. فانت بتتكلم في ناس يعني الوقت كلهم بقول لك انا مبسوط ان هم كلهم دلوقتي بيلعبوا فريق اول. حاسس ان دي اكبر فرصه خسرها علاء ميهوب؟
لان كان عندي كان كانت في فرصه كويسه مع المنتخب ده، كنت ممكن تعمل شغل كويس معاه. بتزعل من الاشاعات اللي بتطلع عليك بقى وانت ماشي من منتخب او انت ماشي من فرقه ولا حاجه؟ ما باخدش بالي منها. لا نتكلم اتكلم، ما احبش اصل اللي بيتكلم يعني اللي بيطلع كلمه يتكلم. لو انا اتكلمت ورديت ويب هعمل موضوع من لا موضوع، انا ما بحبش كده. بس احيانا الواحد اللي بقى عنده اتهام معين، لا ما لازم، لا اقف بقى ارد بقى، ما ينفعش بقى يعني. اما حد يجي يتهمني يجي يتهمني في وشي، لان اللي بيتهمني ما اجي مثلا اكلمه يقول لي انا عمري ما قلت عليك حاجه. خلاص انا بالنسبه لي خلاص. وما بيصرحش بنفسه يعني، ما بيصرحش. لا عارف الحاجه اللي تتزق كده، تتزق كده اللي هي يعني عشان هو علاء مش عشان كذا. ايه اصعب اتهام واجه علاء ميهوب؟ لا مفيش اتهام معين. يعني مثلا لو مشيت بترسانه، انك بتعامل اللعيبه وحش. هو طبعا ده مش ده الاساس. الاساس ان انا كنت فاصل الفريق خالص عن كل بتوع مجلس الاداره. ودي بالنسبه لهم حاجه مش كويسه. بس هم زعلوا ان البدايه النتائج ما كانتش نتائج جيد. المباراه مع مع السويس باين، مع السويس يعني. هل انت متخيل تخسر مباراه في بدايه مشوارك تخرج يعني الناس تمشيك، يبقى في النيه مبيته. الموضوع باين يا احمد. طبيعي يعني، ما اصبرش عليك ماتش اتنين تلاتة. لا بس انت عشان انا كنت عارف، ما انت كنت موجود معانا يعني. انا عارف. فهم الناس قالوا لك اختار الجهاز اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه، وادوا لك الحريه الكامله يعني. ليه ما عملتش كده يعني؟ ليه ما اخترتش؟ ليه ما قررتش؟ ما بطعنش في حد على الاطلاق على فكره، لكنه هل شايف انه كان من الافضل انت تعمل كده، ولا جهازك كان هو افضل جهاز في التوقيت ده؟ انا جهازي انا اللي مقتنع بيه. يعني جهازي انا مقتنع بالجهاز ده. لان مش يعني جبت ناس، ما انا مش جيب كلهم ناس من بره يا احمد. مفيش حد يعرف اللعيبه بتاعت ترسانه او اجواء نادي ترسانه. فكان الطبيعي ان اخلي حد منهم ترسانه. وعلى فكره عشان الناس اللي كانت موجوده معايا في الجهاز، يعني اظن طبعا ان هم لا ناس كويسه جدا. جدا ما فيش حد عمل حاجه خالص، كلهم كانوا متعاونين معاك يعني لاقصى درجه يعني. ناس محترمه جدا وطيبين جدا وبتوع شغل وكل حاجه. لكن زي ما بقول لك انا دايما الحاجه بتحصل لك كده غريب، عشان كده بقول لك انا في موضوع التدريب ده بتحصل لك مش محظوظ. طب ما انت كنت في الجهاز الفني بتاع الفريق الاول والناس كانت بتحبك يعني. يعني مانويل جوزيه، وكان كابتن مختار جه، وكابتن حسام البدري، وعلاء ميهوب، وفكرني طبعا، وجه بعد كده محمد يوسف يعني. طب انت مشيت ليه؟ ما كانوا بيحبوك في النادي الاهلي والدنيا كانت. لا دي ما اعرفهاش. ما تعرف يعني هم مشوك ولا انت اللي مشي؟ لا ما تعرفهاش. لا ما مشينا مع الجهاز كله. كابتن حسام المقدم استقالته. الجهاز كله مشي. فجه سيد عبد الحفيظ جه جهاز تاني خالص. بس لكن يعني انت انا مشيت لان كابتن حسام بعد مباراه اسماعيلي. ايوه اسماعيليه خسرنا 3 باين. تقريبا. يعني قدم استقالته. فطبيعي ان الجهاز كله يمشي. لو انا عايز اكمل او النادي شايف ان انا ممكن اكمل مع الجهاز الجديد. ايوه تمام. لكن هم وقتها شافوا ان لا الجهاز كله يمشي، فطبعا كل الاحترام ومشيت. سهله يعني، ما مش حكايه ان انا قصرت في حاجه. بالعكس انا قاعد مع مثلا مع مستر جوزيه خمس سنين اشتغلت مع جوزيه. كابتن جوزيه وكابتن حسام، وكان كنت انا المدرب العام. وجي معاك كمان اسامه عرابي. اسامه عرابي انا جيت مكان اسامه. والله اسامه كان قبلي، كان طلع قبلي. بعدين راح درب باين. وبعدين فحتى اسامه كلمني قبلها قال لي انا بفكر ان انا هاخد بقى تجربه لوحدي. ايه رايك لما تيجي في الجهاز وكده؟ قلت له يا ريت. مفيش مشكله. حلو. المهم حسام البدري حتى هو اللي حسم الامر، قال علاء موجود معانا مع الفريق الاول. استمريت مع مستر جوزيه خمس سنين. حلو. ومع كابتن حسام سنه. لكن بعد كده النتائج ما اسعفتش كابتن حسام، فهو ما قدرش راح قدم استقالته. بعدها خلاص بالنسبه للنادي الاهلي. بس حسام رجع بعد كده. حسام رجع، ما جابش علاء ميهوب. لا جاب احمد ايوب. ليه؟ مع ان علاقتك بحسام كانت جيده وما زلت. حلو. حلو جميل. ليه؟ ما هو ده احمد ايوب مدرب هايل طبعا. ما هو بص 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 يا كابتن احمد، هو ليه دي بتبقى عند اللي بيختار. نعم. انا يعني انا قالوا كابتن حسام البدري جاي، يبقى علاء اكيد هيجي معاه. حسام ولا اداره النادي؟ حسام هو اللي بيختار الجهاز. تمام. النادي الاهلي بيجيب المدير الفني. يعني مثلا احمد انت المدير الفني. ايوه. هات جهازك. لكن ما افرضش عليك حد، عشان كده بقول لك انا متعود على الشغل ده، متعود ان انا باجي انا عايز مثلا احمد حاضر. حاضر. مش ما تاخد فلان، لا ما تاخد فلان دي مش موجوده في النادي الاهلي، وانت اكيد اضرب الحاجات دي. فلما جه حسام جاب احمد ايوب. فطبعا خلاص هو يعني كابتن حسام شايف ان احمد ايوب هو اللي موجود معاه الفتره دي. فطبعا كل احترام لكابتن حسام وقضى الفتره بتاعت النادي الاهلي مع احمد ايوب.
كلمك بصراحه شويه. اتفضل. يعني يقال انه عليا موهبه، يا اما امسك في الجهاز الفني بتاع الفريق الاول، يا اما ما امسكش واتعرض عليه اكتر من مره اكتر من منصب وانه اعتذر. صحة هذا الكلام؟ لا خالص خالص. ما قالكش امسك في الاداره الفنيه، ما قالكش امسك في لجنه اللي مش عارف في الاسكا خالص. لا بال انا في كل اي حاجه في النادي الاهلي بيبقى فيها يعني حد هيشتغل، حد طالبين حد، وفي حد هيشتغل اسم علاء موجود دايما، بسمع اسمه في كل حاجه ممكن تيجي على دماغك يا احمد. لكن انا ما برفضش. ما بترفضش؟ لا هرفض ليه يعني. مثلا اخر حاجه مثلا كان مدير الكوره والناس كلها كابتن علاء مش عارف ايه، مدير الكوره اليومين اللي فاتوا، اليومين اللي فاتوا كلها كويس. فجه كابتن اختار كابتن رمضان، كل التوفيق لكابتن رمضان واداره النادي شايفه كده ما فيش مشكله. كان قبل كده مدرب عام نفس الكلام، فاهم؟ اكتر من مكان. لكن هو دايما اسمه بيبقى متردد، ان الناس يعني الحمد لله طبعا يعني الناس حابه انها موجود جوه النادي الاهلي. طبعا هي الناس شايفه كده، فطبعا دي احسن. انا بالنسبه لي دي احلى حاجه في الدنيا. طبعا حاجه جميله، ده بالنسبه لي احلى حاجه في الدنيا، احلى من الشغل نفسه، فاهمني؟ لا لا ما بيحصلش. فخلاص بسكت. لاني بتزعل خالص والله العظيم يا احمد خالص، لان انا عندي قناعه اصل انا شغلي او رزقي هيجيلي. طب هسالك سؤال واوعى تكذب عليا. والله ما هكذب. انت زعلان من النادي الاهلي؟ ابدا عمري. يا لا زعلان من الكابتن خطيب؟ عمري طبعا. والله خالص. لا وانت بتتفرج على النادي الاهلي، لما تكون تتفرج على النادي الاهلي لسه علاء ميهوب من جوال نفسه النادي الاهلي يكسب وياخد البطوله ولا؟ طبعا 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 اكيد. ما بتحسش ساعات ان انا لا مظلوم مش عارف ايه؟ عايز الاهلي يخسر وعايز الاهلي يتعرقل وكده؟ لا يخسر. لا يعني ايه حماسك تعاطفك؟ لا 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 خالص. لا لا خالص. هو علاء ميهوب الاهلاوي بتاع زمان. أنا بتاع زمان اهلاوي 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 اهلاوي. اللي بيجيب الجون وبيجري وبيطير من الفرحه. ما عنديش غير النادي الاهلي بس طبعا يعني. لكن على فكره بس هعلق عليك يعني. حب النادي الاهلي دي حاجه ابديه، استحاله تتغير. مش ممكن، كارثه يعني، استحاله. حبي واحترامي لكابتن محمود الخطيب اضربها في 100. ليه؟ اولا انا كنت لسه في الحمديه، عمري ما كنت احلم. انا هحكي لك على الحمديه. ما انا ده اللي هحكي لك على الحمديه. على فكره الحمديه كلها تتفرج عليك الوقت وعليا. كويس جميله. نعم. فكونك ان انت في يوم من الايام كنت يعني ما كنتش احلم او كنتش احلم ان اشوف كابتن خطيب. انا لازم اتكلم بصراحه. فده بالنسبه لي ازيك راحوا انت فاهمني. وبعدين كونك انك تلعب في النادي الاهلي وفجاه تبقى في وسط الناس دي اللي انت كنت بتتمنى تشوف. انا كنت بقى فرحان اشوف كابتن ثابت رباطه في الحمديه. ما طبعا والله يا احمد طبع. كنت بقى فرحان ومعدي بعربيته كده وانا كنت لسه بلعب فش. كنت بتخاف منه؟ لا لا وانا كنت بلعب. لا جميل الله يرحمه. الله يرحمه. وانا كنت بلعب في الشارع كنت مبسوط لما اشوف كابتن ثابت. فجاه لقيت نفسك انت وسط الناس دي. لا انت مش وسط الناس دي، انت وسط الناس دي والناس كلها حواليك وبتحبك. نعم. وهو ده النادي الاهلي. مش في الجيل ده، مش بتكلم على علاء. نعم. كل الاجيال كده. صحيح. اللعيب الصغير بيطلع بيحس ان هو وسط اخواته الكبار. عشان كده ما بلاقيش وقت ان هو يتاقلم. فانا لما اطلع والاقي الناس دي كلها حواليا، انا قلت لك الكلام ده قبل كده بس انا هعيده تاني. نعم. انا من فرحتي لما كنت بروح اخلص تمرين واروح قبل ما اجيب عربيه ولا حاجه كنت بحكي لاصحابي يا احمد والله العظيم طبعًا. وانا في الاشبال 17 سنه كلنا في نفس المبنى. فكنت بقول لهم النهارده تخيلوا النهارده انا شفت كابتن خطيب والنهارده كابتن مصطفى يونس كان بيعمل كذا. فاهمني؟ ايوه فانت بتتكلم في ايه؟ ازاي افكر ان انا ممكن يبقى في حد سنه مش كره؟ لا بس ممكن يبقى عتب يا اخي. زعل؟ لا 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 والله ابدا والله. بص انا بمضي معاك. طب هقول لك حاجه بس. قول. وانا بمضي في القناه مع الكابتن خطيب، فكان انا وهشام جمال مع الكابتن خطيب فقاعدين بنتكلم ومش عارف ايه ومين بيزعل. قلت له يا عم انت يا عم هشام، اصل حب الخطيب ده فرض. والله ده يعني ده فرض علينا كلنا. قعد يضحك يعني مهما كنت زعلان منه او غضبان منه او متضايق منه، لكن بتشوفه فعلا لانه شخص شديد الاحترام. انا مش انا عمري انا بص ولا زعلت منه ولا عمري هزعل منه. انا زعلت منه. انت تزعل يا سيدي ولا افكر نزعل منه. بس انا في عندي اساسيات، في حاجات كده احمد ما تتغيرش اساسيات يعني. اصل انا ليه لما قال لك كنت بشوف اللعيبه بتاع اصلا اول ما سلمت على اكرامي، انت عارف انا طنطا. انا عارف. اقسم بجلال الله انا سلمت على اكرامي وجريت معاه حوالين الملعب، فقال لي انت مين ياد واسمك ايه ومش عارف ايه وبتاع. طبعا عشان اقول له اسمي خدت فيها 13 ساعه يعني وبتاع، وصممت لا عندي عربيه ولا عندي حاجه طبعًا. ولا بتاع وسفر طنطا يعني. صممت اطلع من التمرين اروح على موقف احمد حلمي، تطلع اخد البيجو
اطلع على طنطا عشان اروح لاصحابي اقول لهم انا سلمت على اكرامي واتكلمت معاه النهارده. انت متخيل احمد انت كنت يعني انت متخيل احنا كنا في ايه؟ اه صحيح. طبعا دي حاجه الناس دي اساطير ما يعني عارف بقى عارف لو الشاطرين ده كان قايل لك اهلاوي انا والفخر اللي بس هو ممكن يرجعوا بيها ودونا فاصل وبرجعوا فيها. يرجع علاء ميهوب هو الجول هو الجول الجول الاول للنادي الاهلي علاء ميهوب اللي رقصه ماشي وشاطها برجل الشمال بص الكوره جول ثاني للنادي بعد الكوره عليها لعبها على هو الجول يجيب الجول الاول للكابتن علاء ميهوب ده تاريخ اخلاق لعب الجون اللي هو لا يمكن حد ينساه بتاع نهائي الكاس بتاع المصري ده جون احيانا بعد ما كنا خلاص فاقدين الامل والله يرحمه سيد متولي كان رئيس النادي المصري خلاص وقف وعدل البدلة والجرافطة ونازل قال له استنى لا ما تنزلش انا موجود يعني ده جون والتاني كمان في يعني هو جاب الجونين في الماتش هدفه في النادي المصري في كأس مصر لما كنا مغلوبين 1-0 وهو نزل وحطينا التعادل ولعبنا كسرة طايم وبعد كده سجلنا هدفين كان هو كان ساعتها في اخر دقيقه في الوقت الضايع سجل هدف التعادل وجينا احنا بعد كده لعبنا كسر تايم ربع وربع ورحنا مسجلين هدفين 3-1 ساعه موضوع سيد متولي لما قام حتى بيستعد لنفسه على اساس يستلم الكاس فكانت النتيجه 3-1 لصالحنا كان سيد اشهر جول لي انا فاكره كان في نهائي كاس مصر كان بين الاهلي والمصري وجاب جول جميل جدا جدا يعني ولعيب محترف تماما يعني ماتش في 84 في نهايه الكاس مع المصري الجون بتاعه كان سبب رئيسي ان احنا ناخد البطوله وفي بطوله 88 في الدوري اللي جاب فيه جون في الزمالك كان سبب ان احنا نحسم الدوري اصلا الجون ده فدي من الحاجات اللي انا متذكرها له جدا يعني علاء ميهوب كابتن جميل جدا ومن اللعيبه الكبيره جدا صراحه علاء ميهوب علاء ميهوب هو الجول هو الجول الجول الاول للنادي الاهلي علاء ميهوب اللي رقص وماشي علاء ميهوب اللي رقصه ماشي وشاطها برجله الشمال بص الكوره جول الثاني للنادي الاهلي الكابتن علاء ميهوب ده فاكهه الكوره ده حته لعيب ما جاش زيه ده لعيب كبير جدا من احسن لعيبه الكوره اللي جت في نص الملعب في مصر كلها في على تاريخ مصر كلها الكابتن علاء ميهوب لعب الاولمبيات كان هناك المذيع بيذيع الماتش لمصر وكان علاء ميهوب بيلعب بيسميه جنرال ميهوب في اوروبا كانوا مسمينه جنرال ميهوب جنرال ميهوب المذيع وهو بيعلق فلا دي حاجه كبيره وقيمه كبيره على كابتن علاء وربنا يديله الصحه طبعا الكابتن علاء طبعا من افضل المواهب اللي جت الكره المصريه وحتى في مجال التدريب برضه الكابتن علاء كان مساعد لكابتن جوزي قبل كده وحقق 20 بطوله مع الاهلي قبل كده كمدرب وكلاعب وحتى كمان اداريا مع الانديه برضه له بصمه واضحه جدا في الكره المصريه جون مصر في نهائي الكاس كان جون تعادل وكنا في اخر في بعد دقيقة 90 كنا في لقطة ضايع كنا في الاستاد ساعتها كنا يعني كنا متوقعين ان الاهلي هيتعادل علاء ميهوب خد الكرة من نص الملعب وانطلق بيها لغاية لما دخل منطقة الجزاء وحط الجول طيب كابتن علاء رسائل كتيره جدا 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 بس يعني هناخدها والله كلها او هناخد معظمها بس بعد شويه. شخصيه البطل يعني ناس يقول لك انه الاهلي شخصيه البطل اهم ما يميز النادي الاهلي شخصيه البطل وبالتالي معه كل الالقاب اي لقب كده يخطر على بالك موجود معاه شرعي رسمي فهمي نظمي كل ايه المرادفات دي. يعني ايه شخصيه البطل يعني اشرح لنا قصه شخصيه البطل مع النادي الاهلي وانت لما بتدخلوا النادي الاهلي بتتربوا على شخصيه البطل وايه اللي بيحصل يعني انت بقى من سن كام سنه في النادي الاهلي 13 كم 13 سنه يا نهار ابيض اه والله انت دلوقتي 33 سنه يعني بقى لك حوالي 20 لا 34 تميت 34 ماشي يلا بص يا احمد النادي الاهلي فيه سبحان الله فيه ميزه ودي ما يعني انت بتدخل النادي انا اتحدى لو في لعيب كوره دخل النادي الاهلي قبلي او بعدي او لحد دلوقتي اما يخش النادي حد يقول له اعمل كذا حد يقول له ما حدش يقول له اعمل كذا لا انت والله بتتاقلم لوحدك كده اوتوماتيك من وانت 13 سنه وانت 13 سنه بتتعلم ازاي تدريبك لعيبتك مدربك ما فيش غير حاجه واحده تفكر فيها تكسب 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 مكسب تعادل انت خسران
فانت الحاجات دي بتشربها وانت صغير 13 سنه بتلعب على بطوله لازم تكسبها. من 13 سنه في جماهير بتشجعك، الحاجات دي كلها مش في اي نادي، في جماهير بتشجعك وانت عندك 13 سنه، حافظين اسمك، حافظين اسمك، بيروح وراك في كل حته وعايزينك تكسب. فانت خلاص انت اتعودت في حاجه كده تروح في دماغك في مخك كده لحد ما تعتزل. ممكن يبقى في ماتش اعتزالك مش عايز تخسر، عايز تكسب برضه. والله يا احمد وانت بطل عايز تكسب لان انت اتعودت على كده. احنا في اوقات بيبقى طالعين متعادلين وعاملين ماتشات جميله جدا وتلاقي فيه انهيار في اوضه اللبس عشان متعادلين، عشان متعادلين مش عشان لا قدر الله خسرت. يعني انا مش عارف ده في دينه سوا كويس. فانا احكي لكم قصه انا وعلاء مقوم دلوقتي قصص ضحك يعني قصص كويس. فهو دي شخصيه البطل. شخصيه البطل ما بتجيش في وانت كبير، لا لا لا، شخصيه البطل بتطلع معاك، بتعيش معاك، بتكبر معاك. كل ما بتاخد خطوه بتكبر زياده، بتاخد خطوه بتكبر زياده من غير ما حد يعلمك. والله انا ما عمري شفت، انا عمري ما كان في مدرب قال لي حاجه. انا اول مدرب مراني كابتن محمود السياسي الله يرحمه وسامحه، الله يرحمه، جميل يعني، راجل جميل جدا، ده صاحب فضل كبير جدا عليا عشان ده اللي بدا معايا من بدا معايا من اول خالص. نعم. عمره ما قال لي، كان كلامي فني لكن عمره ما قال لي لازم نكسب واحنا النادي الاهلي والفانيله الحمراء، ما فيش لحد ما طلعت فريق اول كده خلاص انا عارف انا عايز اعمل ايه، انا مش عايز اخسر في تقسيمه في التمرين. التقسيمات كانت بتبقى نار يا حبيبي. كابتن جوهري كان بيلغي تمرين يا احمد، ما انت معايا، كان بيلغي تمرين عشان كابتن طه اسماعيل مره من كتر التكالنج قال لك ايه الغي الغي كويس. من كتر ما اللعيبه متحمسه في تقسيمه في النادي. فانت متخيل ايه؟ فانت دي شخصيه البطل. شخصيه بتتكون معاك، ما حدش بيقولها لك. لا حلو قوي، بتتكون معاك لكن ما تتقالش. قول لي جيلك. جيلي كابتن طاهر ابو زيد، نعم، محمد حشيش، اسامه عباس، و دول اللي كملوا معايا. نعم. يعني انا اول ما روحت الاختبارات خالص كان طاهر هو الاسم المسمع. حته لعيب. ما شاء الله. طبعا يعني كان طاهر دي اسم المسمع. كان سبقني قبلها كان سعيد فارس وشعبان البطل. سعيد فارس توفى ولا لا؟ موجود. ربنا يديك الصحه. وشعبان موجود. وكان رجب نجم. دول التلاته كان راح النادي الاهلي قبلي. سعيد كان بكرايت يا جماعه، كان حافي كده. كويس. سلم عليك يا سعيد الفل. نعم. وشعبان كان قريب كابتن ثابت، كان هم سبقوني قبلها بسنه. شعبان البطل. شعبان البطل. كويس. سبقوني قبلها بسنه كانوا بيلعبوا مع الدكتور عمرو ومجد. نعم. بس انا رحت الاختبارات بقى عادي جدا. كان سهل. لا احكي لي يعني، كنت الحوامديه كانت سفر. طبعا بالنسبه لي كانت سفر. طبعا. كانت مواصلتين. بتيجي ازاي بقى على بتيجي قطر وبعدين بنزل باب اللوق باين؟ قطر لا قطر بنزل في الجيزه، واخد من الجيزه. والله فاكر الاتوبيس كان اسمه ايه؟ 10 بشرطه ينزلني عند المعرض. ما كانش فيه ميكروباصات ساعتها. لا لا كانش فيه خالص. 10 بشرطه ينزلك عند المعرض. عند المعرض اتمشى الحته دي اخش على النادي الاهلي. الحاج محمد ميهوب بقى. كويس الله يرحمه. كان ليه دور مش طبيعي معايا. طبعا. يا جماعه مفوجئ. انا عشت في بيت علاء ميهوب حوالي 5 سنين في الحمديه، لان انا كنت قاعد في شقه هنا، النادي قعدني في شقه. فاروح بالليل عند علاء بالليل، ده الساعه كان الساعه 8، ده كان بيبقى بالليل ساعتها. بالليل قوي. والله مش عنده 12 بس بقى والدته الاكل الفلاحي والبيت بقى الجميل. يا سامعك يا سامعك على فكره، ربنا يديها الصحه يا رب. الله يخليك. ربنا يديها الصحه، حاجه مش طبيعيه. اما الحاج محمد ميهوب فكان هو اول من ينتظر علاء ميهوب في المطار واحنا راجعين بالاحضان يا حبيبي بالاحضان، وفرحه الاب بابنه انا يعني من الحاجات اللي عمري ما انساها. انا فوجئت يا احمد ان والدي الله يرحمه كان بيروح ورايا الماتشات وانا عندي 14 سنه. فعلا فوجئت. انا ما كنتش اعرف خالص. والله العظيم ان هو من 14 سنه بيروح ورايا الماتشات. ايه بقى كبرت وكده بقى هو يعني ده كان يوصلني وكان يرجعني. ما كانش في عربيه لسه بقى، كان يوصلني قبل مثلا المباراه بيوم، كنا بنخش معسكر يوصلني وبعدين يستنى لما اخلص المباراه يرجع وكده. وده اكتر واحد اكبر لا اعنف ناقد رياضي في حياتي. ياه والله العظيم يا احمد. ما يقولكش يعني؟ لا ما يقوليش. انا مثلا لعبت ماتش وحش او ما جبتش جول، ده طبيعي. اروح البيت الاقي بوز مضروب وما بيكلمنيش بس كده. اعرف ان انا مش حلو. لا ما انا عارف ان انا وحش. بس انا عارف ان في عقاب في البيت اللي هو قلبه الوش. مع ان انا فريق اول كنت كبير فاهمني. لكن زعل ابويا مني كان بيه. كان اهلاوي قوي. اهلاوي ساتر. أهلاوي عنيف يعني. كان زعل ابويا مني كان بالنسبه لي حاجه جامده قوي يعني، زعلان مني وانا كبير اساسا يعني.
كنت خلاص يعني كنت حتى اول دوري افريقيا لكن ابويا لكن فاهمني إيه اللي كان لافطه في الجو ربنا يبارك في عمرها امي ها يوم ولا حاجه بقى في الوش وبعدين يبدا يتكلم معايا وكده يكلمك بقى في يكلمني وكلام من ده بس يعني يضحك في وشه وحاجات من دي انما غير كده ليه مبوس في وشه وما بيكلمنيش. جالي رساله عايزك ترد عليها لان انا مش مصدقها يعني بيقول ان انت زعلان من الكابتن زيزو. الكابتن زيزو ده عمره ما زعل حد يعني لا كابتن زيزو لا خالص ما كانش فيه يعني ما كانش فيه حاجه بيني وكابتن زيزو خالص لا انا لسه مقابله في فرح بنت محمد يوسف كنا بالعكس قعده كانت جميله لا كابتن زيزو ده مين اللي زعل من كابتن زيزو ما حدش يقدر يزعل لا لا كابتن زيزو جميل ما شاء الله ده بلسم ده لا 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 جميل كابتن زيزو لا ما فيش مين زعلك في النادي يعني مين اخذت على خاطرك منه او مين زعلت منه لو زعل الطبيعي بتاعنا ما بيننا وبين بعض يعني انا ما زعلتش من حد او ما فيش حد زعلني في النادي الاهلي ما فيش لا انا ولا حد زعلني في النادي الاهلي ولا انا زعلت حد انا من ساعه ما دخلت النادي الاهلي لحد ما خرجت منه من وانا صغير لحد ما خرجت ما اعتقدش اني زعلت حد الحمد لله رب العالمين ولا عامل غرفه ملابس ولا عامل غرفه لا انت حبوب في لا 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 خالص الحمد لله يعني الحمد لله خليني بقى اسالك في القصه الدراميه ساتر. قصه الاعتزال لان انا كنت لسه بحكيها قصه الاربعه الكبار وانا هو كان الكباتن على طول بالترتيب كده كان كابتن طارق زيد كابتن ربيع ياسين كابتن محمود صالح كابتن علاء مهوب كابتن محمود صالح الله يرحمه صح كده وانا كنت الخامس فجاء كابتن صالح استدعى الاربعه الكبار انا زعلت جدا قلت انا لو انا يعني ماليش في الطيب نصيب طبعا لما عرفت فرحت لا والله قلت ايه ده معقوله بتاع بعدين فوجئنا قال لك ده الاربعه دول الكابتن صالح قال لهم بطلت الحمد لله كويس اللي ما قاليش فانا كنت لسه بحكي القصه دي من كام يوم بس عايزك انت تحكيها بقى ايه اللي حصل يعني حدوته انت كان عندك مشاكل في الركبه عشان طبعا انا يعني طبعاً. انا فاكر يا جماعه علاء كنا في اثيوبيا مع المنتخب وكابتن جوهري كان لا يستغنى عن علاء واول هدفين في تصفيات مصر في كاس العالم مصر وليبيريا صاحب الهدف الثاني كان علاء ميهوب انت كنت الهدف الثاني صح ما تقولش الهدف الاولاني مين انت الهدف الثاني انا الاولاني انت الاولاني صاحب الهدف الثاني بقى كان مين كابتن محمد رمضان صح كويس كسبنا 2-0 هنا كابتن علاء كابتن جاري ما كانش بيستغنى عن كابتن علاء وكان ياخد حقن وكانت شغلانه فاكر كنا في اثيوبيا وعلاء قاعد ضرب رجل على رجل جه ما قدرش يفرد ركبته فاكر دي كنا في السفاره المصريه في اثيوبيا كان عنده الام رهيبه وصممت تلعب المباراه على ما اظن كمان يوميا رغم المحايلات انه ما يلعبش كان صمم يلعب عايز احكي شويه هل الاصابه كان لها دور في الاعتزال هل كان في خلافات احكي لي لانه ده موضوع مهم الناس تحب تسمعه منك خلافات لا مفيش خلافات الحمد لله لا ومفلش الموسم كويس ومخلصين كان كاس مصر مع ضد الزمالك انت لاعب المباراه ولعب لعبت الشوط الاول وبين الشوطين كابتن قمر غيرني ونزل هادي خشب تمام لدرجه ان عبد العال بيقول لي احنا لما شفنا ان انت ما نزلتش الشوط الثاني احنا مش مصدقين نعم في المباراه نفسها لكن هو قصدي لاعب مش لعب في المباراه لا لعبت وخلاص مفيش حاجه خالص لكن هو كان تقريبا يا احمد دي كان قرار ان ده يبقى اخر ماتش لينا احنا الاربعه والله والله بغض النظر هنفوز او مش هنفوز غالبا الموضوع يعني محسوم كويس فوزنا وكده بعدها بفتره بدات الكلام يعني ما سمعناش حاجه علاء لا بس في كلام مش حاجه خالص لا خالص لكن بدا بس كلام ايه يتكتب كده في جرايد يترمي طبعا بس انا ما حدش يصدقه لا انا ما حدش يصدقه انا ولا في دماغي ايه ده امشي كلنا. من النادي امشي من النادي الاهلي مش ممكن استحاله ومش مصدق لحد ما راح كابتن صالح انا مش مصدق يعني مش انا ممكن انت رايح متخيل هيكلمكم على الموسم الجديد والقصه والحدوته انت رايح برضو في الكلام بدا يوصل لك فانت في سنه قلق بس انا مش مصدق فكابتن صالح ده رحنا عنده المكتب وكده قعد سلم علينا وقال لنا يا جماعه احنا شايفين احنا السنه دي انتوا اخر سنه ليكم اللي عايز يعمل ماتش اعتزال طبعا اكيد واللي عايز يكمل 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 بره النادي بره النادي اكيد طبعا يعني ف يعني واحد بقى كده اتكلم كابتن ربيع اتكلم قال لا انا هعتزل كابتن ربيع زيد قال لا انا استنى شويه كابتن محمد صالح قال انا هعتزل علاء فقلت له كابتن صالح انا عايز العب انا حابب العب يعني فانا عايز العب بس وخرجت سواد الدنيا كله قدامي عارف والله العظيم احمد وحياه ربنا عارف اكن حياتك انتهت يا نهار ابيض والله العظيم وحياه ربنا حياتك كلها تحس ان هي انتهت لان انا بمنتهى الامانه مش كلام انا حياتي كلها كانت كوره والنادي الاهلي ايوه انا كل محور حياتي نادي الاهلي كوره نادي الاهلي الكوره بس ما عنديش حاجه تانية
ما بفكرش في حاجه تانية. كل أيوة. تفكيري انا عايز اروح النادي الاهلي، انا عايز اتمرن. انا اللي خلاني اللي عجل اصابتي ان انا مش عايز اقعد، مش عايز اعمل عمليه. نعم. يعني مش عايز اعمل عمليه عشان انا عايز العب، انا حابب العب، عايز موجود في النادي، عايز العب، عايز عايز العب ماتشات كده. وطبعا ناس كتير اتكلمت معايا طب نعمل عمل. لا انا طبعا تفكيري كان سيء في الوقت، لازم تعمل غضروف في الوقت طبعا. نعم. العب عليه سنه نادي ومنتخب، طبعا الموضوع انتهى تماما يعني. لكن بعدها مشيت، روحت البيت كده هديت شويه وبلغتهم في البيت عندنا في الحمديه وكده، وبدات ايه بقى شويه 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 الموضوع بدا يهدى، وبدات افكر يعني في ممكن سفر. حد كلمني طب ما تيجي نروح نادي الزمالك، صعب عليا اروح نادي الزمالك. نادي الزمالك طبعا نادي كبير واي حد يتمنى أكيد. يروحه اكيد. نعم. طبعا. لكن انا ما ينفعش، انا انا متربي في النادي ده فما ينفعش بالنسبه لي صعب. فجت موضوع الاولمبي، كابتن بوري، كابتن بوري أي. كاس هو اللي كلمني، احمد الكاس. طبعا كاس حبيب عمري يعني طبعا. كلمني على ما تيجي مش عارف ايه، وكان الكاس محمد وليم وهيثم فاروق، وكانوا الثلاثه. نعم. ما شاء الله موجودين، كانت فرقه كويسه قوي ساعتها. المهم كلمت خدت راي كابتن جوهري كويس، كلمت في التليفون كابتن جوهري الوقت الموضوع كذا كذا، وانا عايز العب يعني الاولمبي وكده. قال لي خلاص علاء روح، ووجود الكاس برضه هينفع وكده. ورحت وخلاص كملت بقى في الاولمبي وكده مع كابتن بوري، واتمرنت ناس الحقيقه لقيتها لذيذه سلسة. الدنيا هاديه جدا، وده اللي كان محببني في الموضوع. وكملت في الاولمبي لحد ما جبت فيك الجول، لحد ما جبت فيك الجول. ما تفكرنيش، هيا هنشوف الوقت خلاص. كويس. وبعدين وبعدين خلاص. يعني انت هتشوف الجون، انت انا بجيب الجون تدخل فيه هنا. ايه ده، ايه ده، انت غريب قوي، انت جاي انت جاي باحلام غريبه جدا يعني. هزعل هزعل منك. فبعدها خلاص يعني الموضوع خلصت كوره ورجعت بقى للنادي الاهلي. اهو هاتوا بالصوت يا ابني لو عندك. كابتن حسام الله يرحمه. هو الاولمبي اللي لابس احمر. ادي الكاس، نسمع بالصوت. بيتحرك المتقدم زي ما حضراتكم شايفين، وبيعملها اوفر حلوه عطية عبد الهادي. وعطية بيجرب وشوط على طول، وعلاء ميهوب وجول، جول علاء ميهوب، جول علاء ميهوب، وبيبكي مش معقول علاء، ما حدش مصدق. هنا بقى احنا كلنا كلاعيبه النادي الاهلي الخسرانين واحد من الاولمبي. وكلنا ده اللي انا كتبته النهارده، انتوا انا قلت نقطتين كنت هبطل هحكيها لكم ازاي. وقهرني القهره هنا، القهره ان انا دخل فيها جون اولا، الثانيه الحقيقه صعب عليا جدا علاء، لانه انا شايف دموع حقيقيه قدامي في الملعب، واحد في حاله انهيار شديد جدا وفي عز فرحته انه جايب جون. بس القصه حتى اللحظه دي، الجون ده في سنه 92 93. شوف بقى فات عليه كام سنه وما زالت الناس متذكراه، وما زالت الناس متذكره الموقف علاء. انا بقى اكتر واحد مش بحب افتكر الموضوع ده. ولا انا ولا وين يعني انا وانت. وانت يعني انا وانت ما بنحبش الذكرى دي. مش والله واحد واحد. طبعا طبعا انا عن نفسي بص كجول جول حلو قوي تحفه وصعب وكل حاجه فيه، لكن انا بالنسبه لي لحظه سيئه في حياتي. سيئه طبعا، بس ممكن حد ياخدها رد اعتبار. لا لا لعبت اهو انا بجيب اجوان، وانا ما رد اعتباري انا وانا لسه عايز ارد اعتباري، عايز اقول لكم مثلا معلش انا النادي مشاني ايا كان، بقول لهم انا لعيب كويس يعني اللي تعملوا فيا كده. لا لا خالص ما جالكش المشاعر. لا 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 خالص، انا الدنيا قلبت خالص عكس. والله والله عكست تماما تماما. انا الكره اللي لقيتها بتخش في الجول، انا كنت في حته تانية خالص بالظبط. انا ما خدتش ثانيه يا احمد، انا شايفك وانت ماشي كده. انا اللقطه دي انا كنت في حته تانية خالص. صحيح يعني حتى غيرت كمان يوميها. مشيت الشوط الثاني، رحت خلاص لان بعدها اللعيبه بتاعت الأم جايين بيهنوني. لقوني لقوني احمد الكاس ده. احمد الكاس انت على طول في ساعتها بلا ما بلا والله يا احمد ما خدت ثانيه. بص كلهم هم كلهم جايين بيهنوني، لا واحد منهار. فحتى لعيبه النادي الاهلي انا فاكر ان عمرو انور. نعم. معلش يا كابتن ما تزعلش. علاء عبد الصادق معلش على يعني اللعيبه لعيبه النادي الاهلي بتقول لي معلش. انت فاهم يا احمد. فطبعا انا بالنسبه لي لا يعني الموضوع خلي بالك عطيه شايط شايط مع عطيه شايط. هنا كان هادي هو اللي جاي ورايا وجول. كان في ملعب المقاولين. ملعب المقاولين انا كنت طبعا بتخانق مع كل الناس. الجون ده ما اتخانقتش وسكت وما نطقتش. المشكله اكبر يا احمد، انت جايب جول في النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بتني عليك. ده كان ما دي برضه من الحاجات اللي هي كلها هي كانك سيناريو غريب، سيناريو مستحيل انه يحدث. سيناريو يعني. انت مش عايزه لان انت من قبلها بيوم الناس كلها بتقول لك هتجيب جول في النادي الاهلي. انا رافض والله والله العظيم يا احمد. رافض الموضوع تمام. قلت بره علاء ما اعمل ايه؟ جنب العرض علاء. يعني من المرات النادره اللي يدخل في مرماية هدف
وما بقاش زعلان قوي يعني، انا بتقهر لما ادخل مرمى لو بتطلع اللي قدامك كلهم ممكن انا تلاقي مصايب يعني، لكنه فعلا ساعتها. لكنه خليني ارجع اقول لك انه برضو اعتزلت مع النادي الاهلي. انت اللي طلبت؟ رحت للكابتن صالح كلمت مع حد؟ لا لا لا, لا انا بعد ما خلصت بقول لك خلصت. لا انا ما عملتش ماتش اعتزال، انا خلصت الماتش الاولمبي ده، رجعت عملت بقى على طول دراسات وفي النادي الاهلي برضه. يعني الله يرحمه كابتن صفوت عبد الحليم، والله احمد الله يرحمه عمر ما هنسى الراجل، هو اللي خلانا اروح الدراسات اعمل ابقى مدرب والله. والله العظيم قال لي تروح الدراسات، قلت له كابتن قال لي هتروح الدراسات، شغلني من قبل ما ما اخلص الدراسات، كان ماسك قطاع الناشئين، كان لسه في اكاديميات وكده بقى. نعم. كان في مدينه نصر، كان لسه البدايه بقى في الاول خالص مدينه نصر. كان لسه كابتن ميش شربيني، وكانت لسه البدايه. ابتديت مع النادي الاهلي في الناشئين، بس خدت فتره طويله قوي. دي انا بعترف. نعم. خدت فتره طويله قوي، طولت زياده عن اللازم في القطاع. انا عندي مشكله اصلي في ال... طب قبل المشكله ممكن نروح لفاصل؟ اتفضل. نروح لفاصل لان السهره تحلى مع النجم على ماجد. يعني جايب لنا الكلام حشيش يتكلم، بيقول لك انت رحت رامي اسم كده في النص وخلاص. ما عندوش اجوان، بقوله ايه طيب؟ مش عايزين نجيب له الاجوان اللي جابها فينا. لا ما هو اللي جاب فيها. ده جميل، ده اجمل الناس كمان، انقى الناس، الناس اللي متصالحه مع نفسها. ده جميل. لا وبعدين خف الدم ما حصلتش. لا حشيش جاب اسامة عباس. اسامة لا بص احنا يعني لما يكون معاك ناس طالعين معاك من تحت كده، اسامة طاهر وحشيش يعني. طيب اقول لك بقى انت انقذتني من التبطيل بدري ازاي. قول. ماتش المصري احنا خسرين قبلها باربع ايام، ماتش الدوري الكاس متعدين مع الزمالك 2-2، كان فرق 10 نقط لو تفتكر. فاكر طبعا. كان ماتش بنقطتين، كسبنا كل ماتشات الدور الثاني، جينا على الزمالك نكسب ناخد الدوري. الدوري نتعادل، الزمالك ياخد الدوري، تعادلوا معانا 2-2 وخسرنا الدوري، وبعدين جينا كسبنا المقاولين والفاينل المصري. فانا خسران دوري يوم الجمعه، وده الجمعه اللي بعدها بالظبط يعني. وتريك عمك حسام غيوبه جاب الجون، وانا هتجنن والله العظيم ثلاثه، قلت انا وانا يعني وانا بلعب قلت يا ليله سودا بقى، انا في اسبوع واحد دوري وكاس الاهلي، واول سنه بلعبها، اول موسم بلعبه 84 يعني، وما صدقت لعبت بقى لي 630 سنه مستني الوحشين ثابت واكرامي. والله ادي الجون اهو، بص كابتن مسعد شايط الله يرحمك كابتن شايط في الجون، تخبط تروح لحسام غيوبه تدخل جون وخلاص بقى وتمام التمام. انا هحكي لك سر في الجول ده. الكابتن فؤاد شفيع على رحمه الله كان هو المساعد، وانا عرضت الجون ده بقى وعملته بقى بيرو وبتاع وكده، طلع فيه ثلاثه مغطيين اصلا يعني. فالمهم في الدقيقه الاخيره بلس 90 بقى، ده كان الافان تيتر بتاعنا النهارده، وانا عندي امل. انت فاكر طارق سليمان جالي انفراد بكوره مسكتها في كورتين، وكوره بعدها راح حاططها جنب الكورتين واحده في الاخيره دي. كوره الانفراد ده كان صعب، ما انا عارف انا مسكتها، كان معاه اثنين فاضيين، معاه اثنين ساعتها. بص أهو بص أهو أهو بص أهو بص أهو بص 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 على يمينه، بص اهو تلاته على واحد، بص انا جاي طاير ازاي. أيوة. كده وفي واحده بعدها، وواحده بعدها، بص انا كمان قايم وطاير واكله واكل الكره والدنيا كلها. ما شاء الله. هنا بقى خالد جد الله لعيب ايه، وادي الجون بوقفها عشان بس نعرضها للناس بالبطيء، لانه البعض ساعتها كان بيقول تسلل. المهم الجول ده جه، انا خلي بالك عارف انا ردت فيا الروح، قلت والله العظيم ثلاثه وانا قاعد وانا بلعب قسما بالله بقول هبطل مش هلعب تاني، ما وشك نحس اول مره بتخسر دوري، احنا عملنا معجزه يعني كاس كمان، فده رد فيا الروح الجول ده. وبعدين رحت انت جايب الجون الثاني، انا ما انساش الجمال دي. انا بدي لك حقك اهو على الهوا عمال اكتر من كده ايه. وبعدين جه خالد جد الله جاب الجون الثالث، كابتن فؤاد شفيق بقى عليه رحمه الله. فانا كان كتير جدا اخواتنا في بورسعيد يقول لك الجون اوف سايد والاهلي تعادل، لحد بعدها بسنه لحد سنين. والله العظيم انا جايب بقى الجون ده ووقفته بالبطيء، وريتهم كام واحد مغطي وكده، فلقيت الكابتن فؤاد الله يرحمه جميل جميل الراجل. بص هنا بص كابتن خالد ولا واحد اوف سايد، لا انت ولا سمير ولا عامر، ده في واحد كمان ناحيه اليمين. اما الكاميرا تفتح كمل بقى هتلاقي في واحد اهو واحد ناحيه اليمين مغطي. أيوة خالص. أيوة أيوة أيوة. وبص الكابتن فؤاد مش باين يعني، ما كانوش على الخط كانوا زمان، فقال لي ده انا كنت حرفع اوف سايد وضميري كان بيأنبني لحد ما شفتك كنت بتعملها كده، الحمد لله اكتشفت ان ده دكتور. انا نهار ابيض. فده
عارف رد فعل روحي. لكن خليني اسالك ده من اهم الاهداف، لكن كنت محظوظ على الزمالك واهدافك كانت جميله في الزمالك. احكي لي شويه. اول مباراه للزمالك 84 85. نعم. اول هدف ليه؟ اول هدف كان محمود السيسين 1-0. كان جبت بالراس بدماغه. جول حلو قوي، كان كورنر كابتن مصطفى عبده رفعه، جبت جول جبته. وبعدين هو ده؟ لا ده اللي احنا بنتكلم عليه 2-2 بتاع الدوري. ده الدوري 2-2. ده الدوري 2-2. كنا مغلوبين. كنا مغلوبين 2-1 وقتها، كان كوارش تقريبا. 1-0 وبعدين 2-2. خالد جزا الله. كابتن خالد ده حاجة ممتعة في كرة القدم يعني. ده الهدف. ده 2-2 الدوري. ده 2-2 الدوري. وبعدين 2-2 برضه كويس. 1-2 ايه؟ ده أول هدف ليه؟ نعم. كان جبت جنب دماغي وكده وكسبنا 1-0. كسبنا 1-0 وقتها. نعم. ده اول هدف ليا. نعم. وبعدين جبت الهدف في نظر في 2-1 النادي الاهلي برضو. كان كابتن ربيع ياسين وانا. نعم. وبعدين 2-2 وبعدين اخر هدف كابتن مصطفى عبده وشمال. يمين وشمال ايه؟ بس انت يا نهار ابيض على الجنب، يا نهار ابيض على الجنب وعلى جماله. او ده برضو انا ده الزمالك طرب وجيت فاول. كان ناصر اللي كان واقف. ناصر عبد اللطيف. ناصر عبد اللطيف كويس. خبطت جات لي. ده 2. نعم. ده 89 اخر هدف لي عبد الجليل. وانا وايمن طاهر. صعب جدا. وده صعب جدا لان الكوره جت ورايا. طبعا كويس. انا كان عندي غضروف. يا احمد لما اتزحلقت كده والله. والله جالك غضروف في دي؟ كان عندي بتهزر يعني؟ بعد الجول سيبها تمشي. انا نزلت على ركبتي. انا كان عندي غضروف ساعتها. لا والله العظيم يا احمد زي ما بحكي كويس. المباراه دي كانت مع فايصل كابتن مصطفى يونس. كنا نتعادل ناخد الدوري نكسب يعني خلاص. فكسبنا 1-0 في المباراه دي. كانت مع فايصل. كانت مع مستر فايصل. ايوه صح. بص الكوره ورا. لكن كان الولد عبد الجليل عمل شغل ممتاز فيها طبعا. وده ايمن طاهر. ده كان سنه 89. نعم. ده خدنا بيه دوري. خدنا بيه دوري عام. صح. فهي اهداف في الزمالك. هو بص عامه اي حد يجيب هدف في الزمالك او هدف في الاهلي بيبقى الى ما لا نهايه. انا طبعًا. جبت 4. اربعه طبعا. واهداف مؤثره يعني. جدا. اتنين بالهيد واتنين برجل. والجميل ما فيش ماتش خسرناه. لا الحمد لله. يا اما هدف اهداف تعادل او اهداف فوز دائما الحمد لله. طب بمناسبه الاهداف عايز افرجك. احنا اخترنا لك اوكي ل ل ل خمس اهداف. رتبهم. اوكي. قول الافضل او الاحسن. هو الافضل انا عارف في مسيره علاء. الافضل انا عارفه عامه. طب يلا بينا نشوف الاهداف. الى هيثم وتاني جمال. هيثم اماميه لاسامه. احمد الكاس وفي الشمال مدحت سيد احمد. وماشي مدحت الباك الشمال متقدم زي ما حضراتكم شايفين وبيعملها اوفر حلوه عند عطيه عبد الهادي. وعطيه بيجرب وشوط على طول وعلاء ميهوب. وجول. جول علاء ميهوب. جول علاء ميهوب وبيبكي. مش معقول علاء. ما حدش مصدق. ممكن حاجه ما فيش بعد كده. لمحمد عبد الجليل واحمد رمزي. تطول الكوره وعبد الجليل وعلاء ميهوب. والجول الاول للنادي الاهلي. تتلعب الكوره لعلاء ميهوب من عبد الجليل. وكان واقف علاء ميهوب لوحده. يلعبها على شمال ايمن طاهر. يحرز علاء ميهوب الهدف. يتقدم النادي الاهلي بهدف لعلاء ميهوب في الدقيقه 4. بجداره علاء ميهوب. علاء ميهوب. هو جول. هو جول. الجول الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 44 من الشوط الثاني. علاء ميهوب. علاء ميهوب. جمال صديق لبدر رجب. بدر رجب طويله قدام. وحط الجول الثاني. علاء ميهوب الجول الثاني. برافو. الجول كان طالع صديق جمال. يلا يا عم. طويله اوف سايد. ماشي يا مصطفى عبده. مش اوف سايد. ماشي. بالعبر العرض على طول. الجول الثاني. بالعبر العرض على طول. الجول الثاني. شفت انا جدع ازاي جبت لك جونك فيا برضو تاني عشان بس تبقى عارف ان انا مذيع محايد 100%. لا دي هل ترتيبنا صح ولا عايز تغير في الترتيب؟ لا ترتيب صح. ترتيب صح. بس وأنا... الاغلى بالنسبه لك في الاهداف دي كلها. الاغلى بالنسبه لي اكيد المصري. المصري طبعا. كاس يا احمد. كاس بطوله كان مروح. انتهى الموضوع. انتهى تماما. وتجيب هدف وتكسب وتجيب هدف تاني طبعا بالنسبه لي. لا طبعا
بس خليني احلى حاجه ان انا ما فكرتش ان الماتش بينتهي والله خالص. ما فكرت والله ان احنا في الدقيقه 90 والله يا احمد انا ما كنت عارف ان احنا في الدقيقه 90 وحياه ربنا بس انا كنت عارف انت كنت عارف انا كنت بعيط انا كنت حاسس ان الوقت بيعدي بس انا مش في الدقيقه 91 وبرقص عادل عبد المنعم الله يرحمه بالطول بالجسم ده وخلاص الجون الثاني اصعب جدا طبعا الجون الثاني طبعا طبعا هتقولنا يا جماعه ده في الاكسترا تايم واصعب بكتير واكسترا تايم طب يعني انت عارف مين اللي عامل الجون مين؟ خالد جد الله كابتن خالد جد الله طبعا هو اللي جاب الثالث هو اللي جاب الثالث كمان سمير فوزي عمل اللي كان بيعملها في النهائي رجل المكوى كابتن احمد مرئي يقول له رجل المكوى بتاعتك الله يرحمه عمل كده وراح حاططها جت بيعملها كان بيعملها على طول لا طبعا الهدف الاغلى بالنسبه لهدف المصري لو شفنا الجون الثاني يبقى كتر خيركم لو مش معاكم قولوا لي ما فيش مشكله ممكن ندخل على اللي جاي على طول كان طيب كان بيك. خليني اروح للسوشيال ميديا اهو الجون الثاني لا 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 جول صعب 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 خلي بالك على بص بقى هنا الشيب ما كانش مشهور في الايام دي لا كرات الشيب ما كانتش موجوده يعني الواحد كان بيروح على الانفراد طاير كانش ده موجود بعدين انت عارف ان الهدفين بالشمال والاثنين بالشمال وانت مش وانا مش هشوف مبدئيا بس يعني بعدين ده الجري اللي احنا الحمد لله بنجريه ده كان في الاكسترا تايم نعم وقبلها كنا لاعبين اكسترا تايم مع المولين انت فاكر المولين؟ احنا بنسنتر 1-0 واحد الكوره واحد محمد ميمي شاطها 10 دقايق 10 دقايق ودكتور مدحت راح مطرود مدحت مدحت رمضان بعد 10 دقايق اطرد كابتن جاري ما بين الشوطين قال لي وانت ما اترمتش ليه؟ والله ما اترمتش ليه؟ قلت له ان حضرتك جول ريال مدريد ولا ايه ساعتها؟ انا مش شايف قدامي الله يرحمه كنت مش شايف قدامي عشان احنا خسرنا الدوري لان انا لعبت 9 ماتشات ما اتخدش فيها ولا جون فجه ماتش الزمالك ده بس ربنا اكرمني شلت واحده حلوه وبعدين جه بقى ماتش الفاينل كانوا الاهداف الحلوه الهدف اللوب لكن كل اهداف خلينا نروح للسوشيال ميديا لانه عندنا اسئله كثيره جدا للكابتن علاء مهوب يلا بينا على السوشيال ميديا مساء الخير يا كابتن حضرتك شايف الجيل ده قادر يحقق بطوله كاس العالم للانديه او حتى مركز ثاني مثلا جوجو محمد الجيل بتاع النادي انا شايف ان هو الجيل ده ما شاء الله عليه امتى كنا قريبين ان احنا نوصل فاينل كاس العالم للانديه مع جوزي مع كولر لا مش مع سيماني ممكن مع كان مع جوزي مع جوزي مع جوزي السؤال اللي بعده عشان الاسئله كثيره جدا اتعرض عليك منصب مدير الكره الفتره اللي فاتت ده عمرو جلال لا هو كان يعني كان معظم جماهير النادي الاهلي زي ما حكيت في الاول كانوا بترشيح الجماهير نفسها لكن مش حاجه لم يتم العرض رسميا على علاء ميهوب اللي بعده تحياتي لحضرتك وللكابتن علاء واساله توقعات حضرتك ايه للسوبر المصري والعين الاماراتي هدى عبد الرحيم السوبر المصري ان شاء الله بتمناه اهلي ان شاء الله دي يعني اقل حاجه للعيبه الاهلي جت صالح جماهيرها وده اللي متاكد منه ان شاء الله رب العالمين العين ماتش العين صعب جدا لكن الاهلي قادر ان شاء الله يفوز قادر ان شاء الله باذن الله اللي بعده تحيات الرائد الاعلام بابا المجال كابتن شوبير سؤالي للكابتن علاء ايه الخطوه القادمه ان شاء الله اعلام تدريب اداره اتحاد كره بالتوفيق يا رب داليا الكابتن انت حابب ايه انا كوره كوره طبعا حابب كوره اكيد يعني بتزعل انك مش موجود في المجال بتزعل بزعل وبحز في نفسي كده بقى يعني مثلا خليني اسالك لو جه النادي الاهلي مثلا حطك في الجهاز الفني مثلا كثالث ولا حاجه شايفها قليله على علاء ميهوب هم مش هيحطوني ثالث مش اصلا مش هيحطوك يعني لو حطيتها تبقى بتاع ليا ثالث يعني ما اعتقدش حد في النادي الاهلي ممكن يحطك ثالث ما اعتقدش النادي الاهلي دايما بيكبر ولاده ده صحيح ناخد اللي بعده شايف الاهلي لو خد السوبر المصري هيفرق معاه بقيه البطولات الجايه ولا قدر الله لو العكس برضو ولا ملهاش علاقه عبد الرحمن الشيخ لا ليه علاقه الفتره دي يا احمد الفتره دي لان خسرت السوبر الافريقي فيهمك بطوله طبعا مش محتاج بطولات الحمد لله النادي الاهلي كله لا محتاجين بطولات لكن محتاج بطوله لا حاليا انت محتاج بتوله لو اخدت ان شاء الله رب لما تاخد البطوله دي اعتقد الامور تبقى ميسره لانك انت في بدايه موسم لما تبدا موسم وانت كسبان بطوله زي السوبر دي ان شاء الله لا هتفرق معاك في بدايه الموسم كله اللي بعده تحياتي كابتن شوبير تحياتي الكابتن علاء ميهوب هاني العقبي بعت لك رساله بيقول لي ده الموهوب مش ميهوب وصفه كده كابتن علاء ميهوب حضرتك من الشخصيات المحترمه القويه لماذا لا يكون لك دور في المنظومه الكرويه بالاهلي سواء في شركه الكوره لجنه التخطيط الدخول في الانتخابات اللي جايه
ولماذا تركت شاشة قناة النادي الأهلي؟ ناخدها من الاخر. في الانتخابات ناخدها من الاخر كده. انا ماليش في الانتخابات طبعا. ما طرقتش قناه الاهلي لكن وقتها كنت مدير كرة في مودرن فيوتشر. ما كانش ينفع اشتغل في قناه الاهلي. ما يعني حته ان انا ابقى موجود في اي حاجه في النادي الاهلي دي حاجه بتاعت المجلس لكن مش حاجه طبعا. لكن لو في حاجه اتعرض عليا ومناسبه اكيد مش هرفض طبعا. اكيد طبعا يعني. اللي بعد. مساء الخير كابتن شوبير ومساء الخير على موهوب الثمانينات. طب والتسعينات لا ولا ايه؟ ما هو خد له سنتين من التسعينات برضه. موهوب الثمانينات كابتن علاء ميهوب، بعد اذنك يا كابتن علاء، حضرتك شايف ايه الخطه او الاستراتيجيه اللي الاهلي يمشي بيها الفتره اللي جايه الصعبه دي اللي فيها كام بطوله، وتحب تنصح جماهير الاهلي بايه الفتره اللي جايه؟ كيان الاهلي 74. جماهير النادي الاهلي انصحها بايه؟ مع جماهير الاهلي اللي بتعمله ده حاجه فوق الخيال. صحيح. ورا فريقها على طول ودي احلى احلى حلوه والمره معاها بالظبط. دي جماهير ملهاش جمهوره ده حماه. الجماهير دي ما ملهاش مثال. ما اقدرش اقول لهم حاجه خالص. لكن الفتره اللي جايه زي ما زلت مجاوب دلوقتي يا احمد. مطلوب ان شاء الله تبدا ببطوله. ابدا حلو ده. تبدا ببطوله. موسم مزدحم جدا عليك وبطوله في بطوله. اصل العين دي بطوله. طبعا. العين مش مباراه ده. العين بطوله. بطوله افريقيا اسيويه بالظبط. يعني في يعني بطوله في بطوله. فان شاء الله رب العالمين تبقى البدايه موفقه ان شاء الله في ابو ظبي ان شاء الله. اللي بعد. مساء الخير كابتن شوبير عليك وعلى ضيفك الكريم. كنت حابب اسال الكابتن علاء، من وجهه نظرك الاهلي قادر على تخطي العقبات اللي بتواجهه الايام الجايه، خصوصا ان في ناس بتتعمى ترويج الاكاذيب لعقاره النادي الاهلي عن مساره؟ ده محمد البنودي صح كده؟ البنودي. الابنودي متاسف. الابنودي. النادي الاهلي قادر اكيد طبعا. الاهلي قادر اكيد. حته النبي بترويج الاكاذيب والحاجات دي موجوده في مجال الكره ولعيبه النادي الاهلي وادارته والاداره الفنيه بتاعته عارفين الكلام ده وبيعرفوا يقفلوا على الفرقه كويس قوي. لكن الاهلي قادر طبعا. قادر اكيد يعني. طيب قبل ما اروح لك للكره واعترف. كره واعترف. في كره واعترف. مدلعك من اول الحلقه. مدلعك واخدك اخر دلع. لا واضح واضح الحلقه يعني. طيب عندي سؤال والله حلو. انت كنت ماسك اللجنه الفنيه في الاهلي وكنت ماسك السكاوتنج برضو، عايزين نعرف ابرز الانجازات اللي حققتها في المرحله دي. وقتها كان وليد ازارو. كنت شغال مع كابتن حسام في اللجنه الفنيه وكنت رشحت وليد ازارو. كان رحت شفته اساسا المغرب وخلصت. والله. كنت انا والجميل محمد العاصي. الله. جميل. محمد العاصي. رحنا خلصنا هناك في وليد ازارو. ده كان ابرزهم. كان ابرز حاجه. اسالك سؤال هنا علاء. اتفضل. لانه يعني مثلا جه فايلر قلب على وليد ازارو فالنادي الاهلي راح ممشيه. جه موسيماني ما اقتنعش بسفيان رحيمي ما جابوش. اليو باتجي المهاجم انا كنت شايفه مهاجم هايل كان اختلف معاه في جنوب افريقيا في ماتش العوده راح ممشيه. وليد ازارو هداف دوري الموسم اللي بعديه لعبك مع شويه بس هداف. هل من السهل كده انك تفرط بلعيب زي ده؟ لازم تسلم بامر المدير الفني ولا انت ممكن لا اهدى شويه نحافظ على اللعيب؟ لا ممكن الظروف تتغير زي ما حصل مثلا. انا هكون صريح معاك. انا اكتر واحد اتضايقت ان وليد ازارو مشي فعلا. لان وليد لازم تصبر عليه لان انت كل كل المواصفات اللي قلتها دي على وليد احمد كان لازم تصبر عليه. صح. لان الراجل ده اول سنه وهداف دوري وبعدين انت شايف فيه مميزات كتير قوي. ممكن حته عدم التوفيق دي كره القدم توفيق من عدم ودي حاجه مش بتاعتك. لكن انا عندي عنصر هايل لازم اديله وقت. في ناس ما صبرش عليها لان خلاص انت واضح. لكن ده كان واضح ان انت صحيح. تصبر عليه شويه. زعلت ان الاهلي يعني اعار عبد القادر وديانج. مش زعلت لكن النادي الاهلي ما شاء الله لعبه كتير جدا 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 وهم برضو لعيب الكوره بيحب يلعب يا احمد. صحيح. والفرص بالنسبه لاحمد يمكن بقت قليله قوي. لكن هو لعيب طبعا ممتاز اكيد. ديانج طبعا لعيبه الهايلين. مين شبهك دلوقتي؟ ما اعرفش يعني عامه ما فيش حد شبه حد. لا يعني مين الاقرب؟ أنا كنت شايف مثلا امام. انا كنت شايف ان انا عادي يعني مش لا مش مهم عادي او مش عادي. مين الاقرب؟ ما اعرفش والله ما اعرفش اجاوب على حاجه زي كده والله. والله. لكن مثلا في ناس يعني مثلا زي امام عنده الحته اللي هي بتاعت الحته الهجوميه دي بيعملها على طول. كان ناصر ماهر بيحب يعمل دي على طول. كان زي قبلهم كان بفتره كان عبد الجليل. قبلهم بقى كل ده بقى اللي انا كنت فعلا بحب اتفرج عليه كنت حسام غالي. طبعا حسام ده انا استنى انا طبعا. انا اللي جبت حسام. انا اللي جبت حسام فعلا. والله. هو كان لابس 14 عشاني والله. والله انا حسام غالي انا كنت من اللعيبه اللي انا بحبهم جدا يعني. خلص الدلع يلا ايه خلاص كره واعترف بقى. انا عمال ندلعك بقى لنا ساعه ونص. يلا بينا كره واعترف. انزل انزل بالكره انزل يا سيدي. يلا بينا.
علاء ميهوب تقرر وتعترف انك قررت الاعتزال بين شوطي مباراه الاهلي الاولمبي بعد ما سجلت الهدف في احمد شوبير؟ او فكرت؟ فكرت لكن ما قررتش. فلعبت سنه بعدها في الاهلي. ما كملتهاش السنه بعدها خلاص يعني كده. طيب علاء ميهوب تقرر وتعترف انه في معظم الاوقات بيسيطر عليك شعور بالمظلوميه؟ لا لا خالص. لا لا خالص. لا لا. علاء ميهوب تقرر وتعترف انك زعلت لان محمد رمضان تم اختياره كمدير رياضي وانت لم يتم اختيارك؟ لا طبعا باركت له واتمنى له كل التوفيق. كلمته؟ لا محمد سيبني. لا ما قابلتوش. في البرامج لكن يعني لكن طبعا بالبرامج بتمنى له كل التوفيق ومن قلبي فعلا يعني. بتحب محمد رمضان؟ جدا حبيب محمد. صوت الجميل جميل محمد يعني جميل. بعد احنا كنا زمان الملعب كمان. فلا هو لذيذ كمان. محمد رمضان ربنا يكرمه. زمانه نايم بقاله مثلا 14 ساعة. بقول له هتنام اللعيبة الساعة 10. قال لي ماما كده سهرانين. قلت له انت بتنام الساعة 8 9 9 لكن 9 ابقى نايم. قال لي هخليها 11 يعني. تقول وتعترف انه لا توجد تجربة لك اكتملت بالنجاح؟ طبعا. ليه؟ ما اعرف ما نفسي اعرف ليه. والله نفسي اعرف. ما تراجعش نفسك يعني. ما هو يعني في ممكن يكون الغلط عندك مثلا. ممكن لكن كل التجارب غلط عندي. ما برضه في حاجات يا احمد ما مش منطقيه. ما احنا يعني انا اكيد بغلط. ما انا بني ادم لكن مش كل التجارب بغلط فيها. صحيح. تقر وتعترف انك تتمنى انك تكون مدير كوره او مدرب في الفريق الاول للنادي الاهلي؟ طبعا. ما ترددتش؟ لا لا طبعا بتمنى اكيد. طبعا. انا عندي اجابه السؤال ده بس هسمعها منك الاول. تقر وتعترف انك وربيع ياسين ومحمود صالح دفعتم ثمن صدام الكابتن صالح مع طاهر ابو زيد؟ ممكن. بس انا عارف انه ما كانش فيه صدام ما بين الكابتن. لا كابتن صالح وكابتن طاهر لا مش كده. لا 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 مع اللي تحت. ممكن اللي تحتيه. بس هو كابتن صالح الله يرحمه هو اللي كان يعني كان في وجهه بتوع الكلام. لكن مع كابتن صالح شخصيا لا ما اعتقدش. طاهر عمره ما كان فيه صدام. مش كده. بس اللي انا كمان عارفه انه الرباعي ده كابتن صالح كان بيحبه قوي جدا يعني. انت وربيع وطاهر ومحمود كابتن جداً. صالح هو الصدام ما بين طاهر وكابتن صالح في مجلس الاداره حصل. لكن مش هو طاهر اللعيب. لا لا صحيح. تقر وتعترف ان الكابتن الجهري هو سبب انتقالك للنادي الاولمبي بعد رحيلك من الاهلي؟ بنسبه كبيره. بنسبه كبيره. هتجاوب بصراحه اللي جاي؟ هو انت ما كل قول كله اشمعنى دي؟ ما انا بجاوب بصراحه على طول. ماشي. عدها له ولا ايه؟ اخلص. تقر وتعترف انك نادم على رفضك اللعب للزمالك عقب رحيلك من الاهلي؟ لا لا مش نادم. مش نادم؟ لا لان انا اول جاوبت ما ينفعش اروح على الزمالك يعني. طيب نادي الزمالك انا قلت طبعا حاجه اي حد يتمناه طبعا. لكن كل الاحترام بقى. طبعا لكن يعني. بالنسبه لي كانش ينفع. تقر وتعترف انك ظلمت نفسك لما ما ركزتش انك تكمل في مشوار التدريب؟ مش مركزتش. هو هعمل ايه؟ مش حكايه مركزتش. يمكن انا كسول شويه. كسول؟ مش كسول في شغلي. كسول لان انا تسعى وتحاول اعرض نفسي يعني. او جاهز مش متعود على كده للاسف يعني. على فكره تقول وتعترف بالمره دي هاديه جدا يعني. ما انا جاي معاك. لا ده هاديين قوي عليك والله. لزاز الكابتن هيزعل ومش هيزعل. فما رضيتش اراجع. ده عشت عمر لقيتها. ده لزاز والله. ده عشت عمر في القناه. طيب ماشي. تقر وتعترف ان تجربه مودرن فيوتشر كانت فاشله بالنسبه لك؟ خالص خالص. ناجحه ناجحه تماما بالنسبه لي لان اكتسبت حاجه جديده. نعم. انا كنت حاسس ان انا ممكن ابقى افشل فيها لكن الحمد لله انا راضي عنها تماما. وكنت ممكن اكمل اكتر من كده لكن الحمد لله خلاص. تقر وتعترف انك طالع من البرنامج مبسوط ومرتاح وهادي وكل اللي جواك قلته لو كان في حد واخد انطباع او فكره مش مظبوطه صلحتها ووضحتها للناس كلها على ده اكيد. انا اساسا جاي فرحان ومبسوط ومقتنع قبل ما ابدا معاك البرنامج. انا جاي مكان عارف المكان ده انا مستريح فيه وعارف هتكلم مع مين من غير ما اعرف الاسئله يعني. انا والله مش عشانك يعني. انا ما بطلع معاك في اي برنامج في اي قناه. انا عن نفسي بقى بطبيعتي على فكره لان انا قاعد مع واحد انت عارفني طبعاً. ويعني عشت عمر كبيره جدا جدا في كل الاوقات صحيح. فانا بالنسبه لي ما بتكلم معاك بتكلم عن تماما رضا عن كل كلامي. وبعدين انا مش حكايه مشكله هي انا لما ببقى في النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي او ببقى مع جماهير النادي الاهلي انا ببقى طبيعي جدا 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 معاهم. ده صحيح. والله مش بصطنع حاجه خالص. ومش عايز اقول لك انا مبسوط جدا ان انا موجود معاك النهارده وحياة ربنا. والوقت عدى بسرعه عبيب. والحمد لله مفيش اي اسئله محرجه ولا حاجه. ساعتين ال 10 يا دوب بس. نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا احمد وربنا يخليك ودايما متالق كده في اي مكان انت موجود فيه. نجم الكبير علاء ميهوب اللي كان مشرفنا ومنورنا النهارده. دي كانت اخر حلقه في الاسبوع. الخميس والجمعه اجازه بس هنجي لكم السبت ان شاء الله ليله سوبر
ليله مباراه الاهلي وسيراميكا باذن الله في بطوله السوبر المصري. عايزين حاجه؟ السلام عليكم.